فوتو سيشن لرشا بن معاوية بعد كورونا. فأول ما خسيت قلت يلا بقى. بقالي كتير قوي من قبل ما قبل كورونا ما عملتش خالص قاعده في البيت واكل وبتاع، فما مش حاسه ان انا تخينه، مش عايزه اعمل فوتوشوت. فاول ما خسيت قلت يلا بقى. وهيك كانت اجواء هالجلسه اللي تميزت الاطلالات المنوعه واللي تولد تنسيقهم ايمان الخميسي. رشا ما بتفتحش بقى معايا خالص. بصي بتثق فيا غير ان احنا اصحاب الحمد لله دايما. هي ما شاء الله قمر، يعني she's very beautiful. شغل مع رشا حلو عشان جسمها حلو، فدايما بيطلع معايا شغل حلو قوي. وطلت رشا بهالفوتوشوت بثري لوكس من باسيل سودا، يوسف الجسمي، ونور فتح الله. هو مش تونسي شويه، هو يعني ده اختيار ايمان. انا بحب اللون ده جدا، ديزاين حلو جدا نور فتح الله، وايمان كمان شايفه ان هو في الفوتوشوت هيبقى حلو. ده فعلا يعني لما تصور كان حلو جدا. وأضاف الجلام تيم لمسته الخاصة على هالإطلالات، فتولد دينا الكاشف الميك اب ومصطفى لطفي الشعر. الشعر مع مصطفى طبعا عملنا ثلاثة لوكس، ويفي ناتشل اند ذن ويت كله يعني مسيب، وثالث حاجة البان سليك بان. والميك اب طبعا دينا الكاشف ماي بارتنر. الفترة الأخيرة بنعمل الحمد لله شغل حلو مع بعض. عملنا almost four looks يعني الصراحة كلهم وكل واحد مختلف، كل واحد مديني مود تاني. أول مرة أعمل ويت لوك فكنت قلقانة منه، فطلع حلو ومبسوطة بيه. يعني حتى لما بصيت كنت قلقانة وأنا أشوف الصور، حاسة إن أنا هقلب كيم شوية. فلأ أما الست فطلع عليه الطابع المودرن. أنا حبيت أنه يكون كمان اللوكيشن مختلف، حبيت حاجة على أجنبي شوية. فأحمد حسين ديزاينز داني لوكيشن فيها رخام، فيه إزاي يعني الباك جراوندز ديفرنت، فكل مرة بتدي روح جديدة للأوتفيت اللي معايا. يعني مش باك دروب واحدة شغال عليها طول الشوت، لا بنغير كذا حاجة. والمسؤولية الأكبر بالفوتوشوت كانت على المصور أحمد مبارز. دي أول تعامل فعلا أنا ورشا، وبرعاية الستايلست الجامد قوي إيمان خميسي. هما أصدقاء، وأنا بقالي فترة بتكلم أنا وإيمان إن احنا عايزين نعمل شوت مع رشا. هي من الناس اللي وشها حلو قوي قوي قدام الكاميرا، وأنا كنت متحمس جدا إن احنا نعمل حاجة مع بعض. ويبدو انه شغله مع رشا كان مريح كتير. بصي اول لما اتكلمنا احنا قلنا بس خلينا ايه سيبيلي نفسك، واهم حاجه بس تبقي انتي مرتاحه معايا وتبقي قدام الكاميرا جاهزه، واحنا هنطلع شغل جامد. فده بالنسبه لي ده هي من الناس المريحه قدام الكاميرا، والناس اللي ما بتقعدش تدقق في كل التفاصيل بزياده. فهي بيبقى ليها الانبوت بتاعها او ليها وجهه النظر في حاجات، وانا بقول لها ايه رايك نعمل كده، فالدنيا حتى ماشيه بسلاسه جدا في الشوت.